صباح الخير صحبيكي ديري، لاباس عليكم؟ بخير، كنت منا كاملين يا ربي تكونوا بخير. اليوم نهار الثاني في اوتاوا. صراحه عجبني الحال بزاف، واخا كاين شويه ديال البرد، مي ماشي مشكل، بارده شويه على مونريال دابا، مي بيان سور كيتبدل كل نهار وكيفاش زعما، ماشي هذه قاعده ان اوتاوا كتكون بارده على مونريال. مهم فطرنا، سالينا، درت شويه ديال المونتاج، حطيت لكم لا فيديو، ودابا كما قلت لكم اميمه عندها حمام، عندها حمام سبا، دونك هي قالت لي اجي باش نبدل انا الجلده، يعني باش عرفتي نحك وندير كاع هذاك الشيء ديال الحمام، غندير كاع هذوك الخلطات والوصفات. وهي عندها كدير خلطات ديالها بحكم ليكسبيريونس ديالها في هذا المجال، هذا كدير خلطات اللي هما تراديسيونيل، كلهم فيهم غير الاعشاب وداك الشيء باش انا نكون مرتاحه ونكون بخير. نايمه، مشيت عند اشي اليوم في الصباح، مهم كل شيء اموري مزيانه بخير. دابا غنبدا الحماحم ديالي يا لالا، وتشوفوا معايا كل شيء ونصور لكم كل شيء دو ا زد، ونوريكم حتى لي برودوي ديالها. هي صراحه باقا ما عندهاش مارك، ولكن كتخدم على لا مارك ديالها باش تصاوبها. انا كنشجعها دائما ونبقى نشجعها دائما باش انها دير داكشي ديالها زوين. ودابا غنوريكم الحمام كيفاش كي انتعتانا براسي. المهم شوفوا، انا اليوم انسان يستحق انه يعتني براسو، واي واحد يستحق انه يعتني براسو. شتي والله شي حمامه ديال هذيك 5 دراهم، ولا مابقاش حمام 5 دراهم في المغرب، حمام 10 دراهم 15 درهم السعاده. ودابا انا جيت الحمام، واخا هو حمام زوين، ولكن يلا معايا صحابي، عرفتو كاين هنايا دوك يلا هو ليتس جو. أميمة، ها أنا طلعت بدلت بيجامتي، لبست لاغوب ديال الحمام، وغندخل دابا. عرفتو راه كاين الحمام حدا عندها، هي الحمام في البخومي إيطاج، دونك لا شومبر اللي أنا فيها قريبة للحمام. دونك كنوريكم داك الشي كيفاش داير زوين، هانتوما معايا. حنا جينا دابا جلسنا بين ما سخون، هيا اميمه معايا. السلام عليكم البنات، مرحبا بيا عندكم في القناه ديال اختي نرجس. الله يحفظك يا حبيبتي، ربي يخليك. بغيتيني نفسر لك ياك الماسك؟ بعدا بغيتي البنات نشرح لكم واحد الحاجه. اميمه موالفه كتهضر على لي برودوي ديالها، على هادشي هذا اللي كتصاوب، يعني هي عارفه مزيان شنو كدير، وهادشي هذا ديجا صوباتو، ديجا كيجيو عندها الناس اللي كيديروا هاد الوصفات ديالها. كنت خدمه ديال 7 سنين، يعني بديتها ملي المعاناه ديال كل مرأة ملي كتولدي،
معنا البشره ديالي شويه سمراء ملي كتولدي كطراو لك بزاف ديال التشققات التصبغات الوزن الزائد الترهلات هما. وبغيت نلقى يعني كانت عندي معاناه وبحكم يعني انني مغربيه وداك الشيء ديال الحكام وهذا يعني جمعت واخترعت واحد التيوري بحال واحد التيوري يعني واحد الحلقه ما بين الاعشاب والماسكات والخلطات ودخلت فيها الحمام ودخلت فيها واحد الطريقه تاع هي ان شاء الله من بعد غادي نشاركها معكم باش الانسان يعني باش البنات يجمع لهم الجلد ديالهم الطونين باش تبوستي الكولاجين في السكين باش تحيدي التشققات باش تصفي الجلده ديالك سورتو انني كندير يعني لا لين دو برودوي ديالي وزوينه وكيحمقوا عليها الناس قلت علاش لا ان شاء الله انا دابا غادي ندير الويب سايت ديالي دابا ان شاء الله نشاركوا معكم من بعد وعلاش لا لا الا البنات بغاو ياخذوا عندي مرحبا كديروا الصراحه وصفات زوينين بزاف ان شاء الله يا ربي والمهم ان شاء الله غادي نفسر لك وغادي نشوفي الخدمه ديالي وان شاء الله شوفي انت يعني النتائج وداك الشيء اللي غادي تشاركي معاهم بكل صراحه بكل صراحه حتى انا غنخدم خدمتي وغادي نوري كل شيء وداك الشيء كل شيء بيو ناتشورال اورغانيك في ميزون يعني كنصاوب انا ف هنايا دايره واحد دايره ديك اللي كيقولوا لها الصقله هذيك اللي كنديروها في الاول قبل ما نبداو يعني ليكسفولياسيون ما نديروا نحيدوا الجلد الميت كنصايبها بالاعشاب ديالي انا كنخلطها مع الخلطات كنخلطها مع الصابون البلدي هنايا صايبتها هذه عاديه معروفه عند كاع المغاربه المهم انا اللي زايده فيها هي الاعشاب ديالي يعني داكشي اللي كنصايبو انا من بعد ان شاء الله غادي بعدا غندير لك ستين نصايب لك بالزويل اسونسييل اللي غادي الستيم اللي غادي تناسبك انتيا البشره ديالك من بعد غادي ندير لك واحد الماسك بلا لوفيرا والفيتامين اي والخلطه ديالي ودقيق الرز راه عندي في القناه ديالي والخلطه زايد عليها الخلطه الزيوت ديالي نقدر اي واحد يديرها في الدار المهم فيها الالوفيرا فيها اللافندر فيها الورد شوفوا انا نخلي لكم لو ليان ديال هاد الوصفه هذه في التحت في الديسكريبسيون باش تشوفوا حيت زوينه بزاف حتى ريحتها واعره ربي يخليك فيها دايره لك فيها داكشي اللي غيجي لك مع الجلده ديالك انتيا لان كل امراه على حسب هي شنو كتركز عليه كاينه اللي كتركز على يعني السيلولايت على الشد ومن الاحسن يعني كل شيء كل وحده يكون عندها واحد المشكل غالب على راسها فهمتي مثلا التصبغات مثلا المهم صافي من بعد هذه غير الغسول مع الاعشاب كنصايبهم انا والزيوت ديالي هذه واحد الخلطه درتها سبيسيال اللي كان الغزاله ديال المعلومه وهذه الماساج من بعد وماسك الوجه وهذا نسيتو خلاص هذا ما بين هاد ليطاب وهاد ليطاب غادي ندير الاكسفولياسيون غادي نديرها بالقهوه وغنديرها بالبينك هيمالاين سالت فيه بزاف ديال لي مينيرو لي فيتامين والزيوت وخلاص هذا هو ان شاء الله الحمام ديالنا اليوم وكنتمنى يعجبك وان شاء الله ان شاء الله يعني تقولي للمتابعين ديالك الا شي تغيير في الجلد ديالك ان شاء الله صافي شوفوا انا غنبدا دابا ديجا بديت كنحس شويه بالحراره حيت سادين دابا نديروا البخار وداكشي باش نبدا الحمام وغنقول لكم هادشي هذا كله شنو الاحساس ديالي ابري ملي نسالي والحمام راكم كتعرفوا ما يمكنش نصور الحمام المهم ملي نسالي وداكشي كله غنقول لكم شنو كاين وانتم راه تحسوا بيا عرفتوا راه انا محتاجه مشاكلي وهم مخليها طفق هذا من الفرن الشبكه خصك تحيديها باش احنا خرجنا المهم شعري نشفت واحد شويه نشفتو لي اميمه وخرجنا انا وياها نمشيو من هنا خرجنا انا وياها فنا وميا ميا بنتها المهم نوصف لكم ميا بحيت ما كتبانش هي سميمره شويه بحال ماماها شعرها بوكلي واعر عرفتي بحال خويت ما داير بحال هيدا سلام السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كلكم بخير عرفتوا عرفتوا شوفوا وجهي بلاتي نوقفوا شوفوا وجهي ادراتات دارت لي ليدغاتاسيون مزيان عرفتوا كنحس راه ما دايرهش مكياج دايره غير اونتي سيرم
عطيك نحس بوجهي فريمون واعر من بعد هذيك التحميمه وهذيك الشيء اللي درنا كله عطي دابا كنحس خارجين دابا اه والله العالي العظيم ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك وحده الله احسن فواياج هو هذا فواياج ماسك سبا اللي عجبك الحمد لله الله يحفظك حبيبتي والله هذا شرف لي حبيبه شوفوا تبارك الله اونتاريو والله انت واعره اونتاريو اسمي كنقول اونتاريو اوتاوا اوتاوا اونتاريو اونتاريو مدينه عطيهم مدينه والله انت زوينه السلام عليكم. How are you? How are you doing? الحمد لله. المسلم. جات عندي واحد النهار قالت لي كنت نلقى القران بجد في الدار بديت شي مسلمه وتخلعت ما عرفتش قلت لها علاش كتسوليني لا قالت لي سمعت القران قالت لي راه كنرتاح ملي كنجي حدا دار وكنسمع القران كنفرح مساكن راه ولكن انا ملي قالت لي واش نتي سمعت هذا الشيء نورمال هنايا شويه كاينه ديال الراسيزم شويه صراحه شفتو مع هاد الاحداث الاخره اوكي والله اختي امي ما تعجبني وجهي شو كنبان بحال شي انتي زوينه ملي كديري الهيدراتاسيون مزيانه ودوك الشيء ديال الزيوت الطبيعيه ولي فيتامين زوينين واو واو عرفتي كترد الروح ها حنا وصلنا ها حنا وصلنا لهذيك واحد الغابة دايرة بحال بحال ديال الرسوم زوينة غنجيو ان شاء الله بالبيكالات واو ماما شري شي حاجة أنا فنانة نسيت كنت بغي أرضعها نسيت مهم مهم هانتوما معنا نشوفوا هاد شوبرز الصراحة ما خديناش شي حاجة سبيسيال جينا هنا البلاصة ديال لي بيبي باش نشوف لا فينا ناقصها شي حاجه ونمشي صافي بلاتي بزاف منكم كيسولوني شنو كانوا كلفنا وداكشي زعما الحاجات اللي كانوا كلانا كنعطيها بزاف من هادو كنعطيها بزاف من هاد اللعبات هادو ديال لي فخوي كنعطيهم لها واخا في الاول ما كانش كتبغي تشدهم لي ولا كتاخذ غير ديال لينغاس والبنان هما اللي كيعجبوها كتاكلهم كاين كلشي كاين هنايا عندهم ديال طاطا حلوه خز واي حاجه بحال هكا وكنعطيها هذا الرز هذا كنعطيه لها هي هذيك صافي هذه اختاري اللي بغيتي هذه كتكون كتخشيها في يدها وهادي جو بونس هذه كدير حتى النويز يعني كدير الصوت هذه تعجبها بزاف هادي انا خدا للسنان حيت دابا كتكبر السنان وكبروا لها جوج تحتانيين وفريمون كيعطيوها الحكام خاصها تفتال زوينين هادو كنت نشري لبنتي اورغانيك هادو هما اللي كناخذ لها زوينين شنو ناخذ لها ديال البنان ما بغاتليش اختي كاع ديال لي فخوي اللي حامضين ما حملاتهمش لي فخوي اللي حامضين والو زوين ديال التفاح دي بوم ناخذ لا ديال التفاح
التفاح بلاتي ناخذ البنان. شنو البنان كاين مخلط؟ بنان كاين بنان وافوكا وشيا ولا كينوا. زوين هاد بلافاني يكون زوين. هادي خدي لي مخود بزاف. انا كنت شفت المانغ هي شبع المانغ عجبها الصباح عجبها يا المهم نجربوهم. لا هادو كناخذ لهم كناخذهم لها كتبقى كتاكل فيهم كيذوبوا ما ديال الرز كيذوبوا بالزربه في الفم. هذا بغيتي نعرف لاج حتى هادو 12 شهر 12 بلس هادي حتى هي 12 بلس. هادو لا هادو ما كنت حيت كيذوبوا انا كنعجبهم وين رواق الى الكبار يعجبهم. انا كن حيت كتكون بكيه فيها جوج كنعطيها هي وحده وانا وحده. زوينين كيعجبوني سيري كنشري هادو تراوا حتى هادو رايس اند مي مي صافي. هادشي هذا هو اللي خلينا دابا المهم هادي عجبتك الريحه شنو ما عجبتنيش ما عجبتك شي حاجه ماشي شي حاجه فوالا ماشي هذيك السيد ديالك كيفاش كيبيعوها حيت خدمتي حنا دابا سالينا دخلنا للشوبر شوبرز باس شوبرز هو شو هو بحال قلتي فارماسي فارما بخير بحال اللي كتقولوا فوالا جون كوتي بحال هكا. المهم سالينا دخلنا شرينا شي حاجه هكا بساطين في النواده. دابا راجع للدار الظلام طاح علينا حنا غاديين بشويه ما نقدرش نصور لكم هنايا صراحه حتى هذيك كدير بريو بريو بريو. وانا شريت واحد اللعيبه لصقتها في لابوسيت كتجيني ساهله زوينه هذه ياك خاصك تاخديها ان شاء الله زوينه. اوا يبدا الظلام اوا يبدا الظلام المهم تلاقاو في الدار. عرفتوا كنا جالسين حنا نقولوا علاش ما نخرجوش انا واميمه كاين اللور فنا و مية وخرجنا نضربوا دوره في الداون تاون. كما قلت لكم انا اول مره نجي لاوتاوا دونك ما كنعرفش السونتر فيل وداك الشيء كنت زعما نكتشف صراحه جاتني زوينه زعما عاديه فهمتي زويونه عنده واحد الطابع كتبان بحال شي مدينه صغيره بحال راه ماشي هي العاصمه بحال العاصمه هي موريال